لتر البنزين يمشي 25 كيلو، لتر الغاز يمشيك 150 200 كيلو 250 حسب اللي سايق المكنه وماشي، لان هي بتدور على نسبه بسيطه قوي زي نسبه الولاعه كده بالظبط، بس بطريقه صحيحه. اي ضرر على الموتور؟ لا. ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الحمد لله. علي عادل افندينا ميكانيكي موتوسيكلات اكبر عن جدا. والله اول موتوسيكل عامه بتاع واحد صاحبي والاختراع بتاعنا، تمام؟ اللهم صل محمد. قلبت انا بالغاز بطريقه صحيحه ومنظمه غير اي حاجه او غير اي حد عمل اي تعديل قبل كده. يعني بالملخص بتاع الموضوع ان اللتر الغاز او متر الغاز بيمشي المكنه 200 كيلو 200 متر وكسور كمان بس. ومن ناحيه الامان فهو امان اخر حاجه. عند الاسطوانه هنا دي اللي انا مركبها، بس الاسطوانه ديت معموله عن تجربه لسه ان شاء الله في الدور الجاي عاملين حاجه احسن من كده. لا دي بقى حوالي يمكن 2016 وانا بفكر فيها. لا ان انا كنت اشتغلت مع حد ميكانيكي عربيات، ولما شفت العربيه شغاله بالغاز استغربت، فليه الموتوسيكل كمان ما اشتغلش بالغاز؟ وفي الطبيعي الغاز الغاز اصلا في مكانه في الموتوسيكل او في العربيه مع اللي فاهمه هو امان على البنزين. انبوبه الغاز بتاعها عادي، نار تبقى عادية. الغاز الطبيعي هو الغاز اللي في العربيات بيبقى عليه زيت، الزيت ده بيبقى سخن. حتى لذلك ان اي حد في العربيات لما بيقلب العربية من بنزين لغاز بيقول لك عمر الموتور بيبقى اقصر، لان الغاز الطبيعي بيبقى سخن بس. واحنا برضو يعني حاجة تاني، احنا قلبنا بالغاز الطبيعي وبالغاز العادي، بس انا لقيت الغاز العادي احسن، يعني لما جربته احسن وما فيهوش اي ضرر في اي حاجه. لان الغاز الطبيعي النار بتاعته قاسيه سخنه ضعيفه بس سخنه، فدي بالطبيعه لما تخش جوه الموتور الالومنيوم اصلا درجتها ضعيفه، عشان كده المكنه عمر الموتور ما بيطولش. ده بالنسبه للطبيعي. اما بالنسبه للغاز العادي كلنا عارفين ان هو غاز بيدي شغل عاديه، يعني احنا طلعنا اصلا على الدنيا مصر كلها كانت بتجرب الانبوبه بالولاعه بعد ما ركبوها. هو كلفتني انا شخصيا كتير، لان العمال ما عملتها بوظت حاجات كتير طبعا اكيد. وبالنسبه لاي حد هيركبها بعد كده ويشغلها التكلفه مش تبقى كتيره، تمام؟ بس يعني مبدئيا لازم اجرب على اسطوانه واقدم المشروع بتاعي، لان الموتوسيكل بيتكتب فيها والعربيه من ورا ان هو بنزين، فلازم يرخص عشان حتى لما يعني ما يخش على كمين ولا على مرور حد يضايقه في حاجه. فانا لازم اخلص ورق قانوني بس ليس الا. بس اما التكلفه مش كتير خالص، يعني كلام فاضي يعتبر. بص هو انا اصلا وانا شغال في الموتوسيكل دلوقتي بعد ما جهزته على الارض وخلصت كل حاجه انا قفلت على المكنه في نص ساعه، بس طبعا جهزته على الارض بحوالي يومين او ثلاثه، غير ان انا بفكر فيه وبقالي فتره كل شويه بجهز حاجه، بس لحد ما ربنا كرمنا وكملت المشروع زي ما انت شايف. التعديلات غير الانبوبه، يعني هو انا عامل لها حاجه اسمها حساس، حاجه اسمها ايدلر، يعني مشغلها على طريقه زي طريقه الانجكشن اللي هي العربيات الحديثه. والغاز ما فيهوش اي ضرر في اي حاجه خالص، لذلك ان حتى التكاتك حتى اللي نازل لك دي، بس انا اصلا ما برجعش التكاتك ولا بحبها، بس حتى التكاتك اللي نازله جديده 2021 2022 نازله مجهزه للغاز. في مكن بعد المكن نزل برضه 22 مجهز ان هو يتقلب غاز، يعني من غير اي تعديل في الموتور ومن غير اي حاجه نزل فيه الامكانيه ديت. كل استخدامه كله في الكهرباء والكربيراتير بس، اللي هو الكربيراتير بتاع البنزين. كل حاجه في الموتور زي ما هو، هو راكب زي ما هو في المكنه، بس انا عملت له خرام وعديت منه حاجات ان هو يدي المكنه غاز بشكل طبيعي. اي حد قبل كده قبلي قلب غاز كان بيدي المكنه غاز بشكل تلقائي على طول او بمحبس. اما انا بالنسبه لي انا الغاز ما بيروحش للموتور غير بحركه مع الموتور. الفرق ان ده امان، ان اللي عمل المكنه وخلاها تدي غاز على طول او عمل لها محبس ده لا قدر المكنه ممكن تولع لانه فاتح للمكنه غاز على طول. اما ديت مش هيدي امر للغاز غير لما الموتور يلف، لما الموتور يتحرك يا دوبك الغاز يطلع من هنا يروح هنا بس. الغاز عشان خاطر هو مش سايل زي البنزين، فالغاز مش بيتسمى لتر بيتسمى متر، بس هما الاثنين يعني قريبين من بعض. هي بتاخد لها مثلا 6 لتر. اللتر هيمشيك من 180 ل 220 كيلو. يعني اللتر الواحد او المتر الواحد يمشيني من هنا لحد اسكندريه، من القاهره لاسكندريه، ما فيهوش اي كلام. لتر البنزين يمشي 25 كيلو، لتر الغاز يمشيك 150 200 كيلو 250 حسب اللي سايق المكنه وماشي، لان هي بتدور على نسبه بسيطه قوي زي نسبه الولاعه كده بالظبط، بس بطريقه صحيحه. اي ضرر على الموتور؟ لا. مفيش اي ضرر نهائي على الموتور ولا على المكنه.
وممكن نطلع ونجرب ونمشي دلوقتي وديني طبيعي. انا ما نفسي اصلح ولا للبغاز، انا نفسي اصنعها من اولها لاخرها. احنا عندنا امكانيات كشخصيا نصنعها من اولها لاخرها. احنا كل الالومنيا بنطلعه في الخرده ب 30 جنيه ب 50 جنيه، احنا بنستورده ب 1000. بقى عندنا الالومنيا دي انا اقدر اسيحها واعمل منها اسطمبه جديده. فانا مش هدف ان انا بس اقلب بغاز، يعني اول حاجه توفير لبلدي، تاني حاجه بدل ما احنا بنستورد بكميه فلوس، لا ده احنا نفتح بقى مصانع ونعمل سلسله مصانع، ويبقى عندنا مكان يصنع مكان خالص، ومفيش حاجه صعبه. يعني الدنيا كلها بسيطه، يا دوبك يعني عايز ايه، حبه امكانيات وسيوله بالمعنى الاصح برضه، يعني وترخيصات وكده بس. يتقي الله يجعل لهم مخرجا ويرزقهم من حيث لا يحتسب. الحمد لله.